لم تتردد بولين الشابة الفرنسية بقصد هذا المتجر المختبر الفريد في باريس لاختيار عطرها الخاص بها، إذ يرى صاحب الفكرة هذه أن العطر كالبصمة تعكس شخصيته من يرتدي. الفكرة من وراء هذا المتجر أن ندخل الزبون في عالم إنتاج العطور بفضل هذه التقنية الموجودة خلفي أوسمولوج. نستطيع صنع العطر الخاص بالشخص. جميع الروائح موجودة هنا أمامي. هو مكان شبيه بالمختبر لكن بلمسة عصرية شبابية فرنسية بامتياز. بعد الانتهاء من شم عطور فرنسية مختلفة، يقوم الصانع بمزج الروائح التي اختارتها بولين بماكينته الخاصة المسماة أوسمولوج، ومن ثم يقوم بسكبها في زجاجة العطر واختيار الغطاء المناسب والأقرب لشخصية وأزياء من يختاره. أبحث دائما عن العطر الفريد والمميز والذي يمثل شخصيتي. طريقة تحضير العطور الفرنسية هنا حقا رائعة، إذ يستخدمون المواد الأولية الراقية لتحضير خلاصة العطور. والطريف في الأمر، عند تسليم زجاجة العطر إلى الزبون يقدم صانع العطور هذا بطاقة ضمان تحمل رقما خاصا يحوي تركيبة العطر الخاص بك والذي لا يشبه أي تركيبة عطر آخر في العالم. ليث بزاري، العربية، باريس.